السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعيني الكرام. اليوم مقارنة يابانية بين سيارتين من نفس الفئة، سيارتين من السيدان الحجم الكبير. الكثير طلب هذه المقارنة وإن شاء الله اليوم يعني بتشوفونها كلكم. طبعا متابعيني الكرام، قبل ما أبدأ بالمقارنة يسعدني اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافة حساباتي مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر انستغرام وعلى التيك توك، الرابط موجودة تحت بالوصف. المقارنة بين تويوتا أفالون فئة بريميوم أعلى فئة ونيسان ماكسيما فئة الاس ار أعلى فئة، السيارتين موديل 2022. ويلا بسم الله خلونا نشوفها. وزي ما تشوفون هذه النيسان ماكسيما 2022 فئة الاس ار الفل كامل، سعرها شامل الضريبة 164450 ريال. وعندنا على يساري تويوتا أفالون فئة بريميوم 2022 فئة الفل كامل وسعرها 203550 شامل الضريبة. للعلم نيسان ماكسيما حاليا سعرها أقل من سعر الموجود لدى الوكيل، والتويوتا أفالون سعرها أكثر من السعر الموجود لدى الوكيل، الطلب والعرض. السيارتين تفقون بنفس المحرك كسعة كأحسن تقريبا، النيسان ماكسيما 3.5 كذلك التويوتا أفالون 3.5 كلهم في 6 6 سلندر، هنا 300 حصان هنا 297 حصان، والغالبية يقول 300 حصان بحكم 297 قريبا من 300. غير الماكسيما سي في تي وغير الأفالون أوتوماتيك 8 سرعات، فالأفالون تتفوق بهذا الموضوع. السيارتين كلهم من الدفع الأمامي، السيارتين كلهم بعلامة يابانية وتجميع أمريكي. المواصفات الخارجية، النيسان ماكسيما تيجي بسقف بانورامي، تويوتا أفالون فتحة السقف، ما شاء الله تبارك الرحمن نيسان ماكسيما تفوز بهذا الموضوع. مقدمة الماكسيما تيجي بإضاءات فول LED، عندنا نور عالي واطي LED، كشفات ضباب LED زي ما نلاحظ، وعندنا عدد 2 حساسات أمامية. التويوتا أفالون إضاءاتها فول LED، الإشارات متحركة، عدسات LED، هنا ما في عدسات. الإشارات المتحركة عندنا 4 حساسات أمامية. نلاحظ أن الأفالون تتفوق بالإشارات المتحركة بالعدسات كذلك ب4 حساسات، عكس الماكسيما تجي فقط حساسين، لكن الماكسيما تتفوق أنها فيها كشفات ضباب، الأفالون بدون كشفات ضباب. شعار نيسان 3D اللي هو في رادار، كذلك شعار تويوتا 3D اللي هو في رادار. السيارتين فيهم عدسات لتحديد المسار. نروح إلى جنوط السيارة، الماكسيما جنطها أكبر مقاسة 19 إنش، الأفالون مقاسة 18 إنش. طبعا السيارتين كلهم فيهم كاميرا إشارات بالمراية، الأفالون للأسف ما فيها كاميرات محيطية، الماكسيما فيها كاميرات محيطية. طبعا الماكسيما تفوز بمقاس الجنط بالكاميرات المحيطية. كثير مواصفات بنشوفها وكل واحدة لها مزاياها. زيج كروم للأفالون، الماكسيما بدون زيج كروم، كلهم مقاب ضباب كروم، إطارات النوافذ كروم، العوارض باللون الأسود اللمع. نكمل للخلف، هذه سيارتين من الخلف كلهم بإضاءات LED ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن الأفالون بإشارات متحركة، الماكسيما عادية. سيارتين فيهم جناح خلفي، لكن لاحظ أن الماكسيما الجناح اللي فيها في لمبة بريك. طبعا عندنا الماكسيما 4 حساسات خلفية، كذلك الأفالون 4 حساسات خلفية، وكل السيارتين فيهم فتحات شكمان عدد 2 من الخلف. طبعا نروح لصرفية الوقود، كل لتر بنزين 13.2 كيلو، طبعا بالأفالون بتقييم متوسط وبنزينها 91. الآن نروح للماكسيما ونشوف صرفيتها بالوقود، 13.1 كيلو بتقييم متوسط، فرق بسيط، لكن الأفالون تفوز مو بس بالمية متر زيادة، الأفالون بنزينها 91، الماكسيما جاي بنزينها 95. ننتقل الآن للمواصفات الداخلية، نيسان ماكسيما فتح ذكية، دخول ذكي، تشغيل ذكي، كذلك في خاصية التشغيل عن بعد، هذه مفتاحها، فيها جهاز الانذار، فتح الشنطة، خاصية التشغيل عن بعد. بمجرد حابين ندخل السيارة نضغط الزر على باب السائق يفتح القفل. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن المقاعد جلد جملي تطريزات الدايموند، عندنا مخدة لركبة السائق بحركة يدوية، المخدة هذه كرسي السائق الراكب كلهم بحركة كهربائية، ذاكرة تخزين لكرسي السائق، والدركسون بحركة كهربائية تلسكوبية. هذه الماكسيما من الخلف بسم الله. طبعا أمانة
أول ما تركب السيارة على طول تدري إنك راكب سيارة رياضية. عندنا التكاية فيها حاملة أكواب، صراحة من الأشياء الجميلة الجلد المستخدم تحسه كذا معتق كذا، فيه تحس فيه سواد كأنه قديم، بس ما تصير منظر جميل، فخامة صراحة بنفس الوقت. يعني فتحات تكييف تابعة للمكيف الأمامي، منفذ تايب سي، منفذ يو اس بي طاقة، لمبات السقف LED، الساكات، السقف البانورامي، الستارة الخلفية. بسم الله. الزجاج كهربائي، فيها إضاءات من هنا اللون الأبيض. هل هي موجودة بالخلف؟ لا بالخلف ما في، فقط على الأبواب الأمامية، وصراحة يا دوب تشوفها. وعلى الديكور زجاج كهربائي، مراية كهربائية، ذاكرة تخزين تكلمنا عنها، تحكم في مستوى الإضاءة الداخلية للعدادات. عندنا هنا فتح الشنطة، هنا التنبيهات، ستارة خلفية كهربائية. نروح لدركسون السيارة اللي هو مكسب الجلد، تصميم رياضي ما شاء الله تبارك الله، اللون الجملي مع الأسود. طبعا السيارة فيها مثبت سرعة، رادار، السيارة فيها تنبيه خروج على المسار. عندنا هنا تحكم بالنظام الصوتي، الأوامر الصوتية بلوتوث، جير أوفون خلف المقود، ما شاء الله وجاي كبير يعني نعطيك الشعور الرياضي. طبعا السيارة فيها تنبيه من قبل الصدام، الار بي ام، السرعة، عداد رحلات باللغة العربية، تانك الوقود، وعندنا هنا الحرارة. نروح لشاشة السيارة، طبعا شاشة معلومات تدعم ابل كار بلاي، زي ما ذكرنا لكم فيها كاميرات محيطية 360 درجة زي ما نلاحظ. هذه طبعا الشاشة تدعم ابل كار بلاي. نظام الصوتي اللي موجود بالسيارة اكيد نظام بوز. عندنا هنا النقاط العامية موجودة فيها، زر التشغيل الذكي، مكيف لمس تحكم منفصل بين السائق والراكب، تهوية وتدفئة للمقاعد الأمامية. طبعا عندنا هنا شاحن لاسلكي الجوال، منفذ تايب سي، منفذ يو اس بي، منفذ يو اكس، الشاحن اللاسلكي موجود. طيب الشاشة لمس هذه، وبنفس الوقت عندنا هنا ماوس للتحكم بالشاشة، الخرائط إلى آخره موجود فيها. هذه زي ما نلاحظ. طيب زر سبورت التراكشن، تكاية بالوسط فيها مساحة تخزين ومنفذ طاقة كلاسيكي، تكاية جلد، طبعا المراية الداخلية جاية تعتيم، نور السقف LED، عندنا بيت النظارة. أحس كذا الإنسان يبغى شوية قساوة تتعامل معه. شماسة السائق فيها مراية، شماسة السائق والراكب كلهم فيها مراية. لاحظوا الفرميكة اللي موجودة هنا كذلك، تصميمها الجميل. طبعا الامن والسلامه فرامل بيس، نظام الثبات الالكتروني، حسس كفرات، ارباقات اماميه وجانبيه، عدد 5 حزمات امان، النقطه العمياء، تنبيه خروج على المسار، الرادار كلها موجوده بالسياره. الان ننتقل الى التويوتا افالون بشكل سريع. طبعا التويوتا افالون هذه فتيحه، بسم الله، مفتاح الذكي للدخول الذكي، هذا هو اغلاق سنتر لوك، فتح سنتر لوك، فتح قفل الشنطه، جهاز انذار. للاسف ما فيها خاصيه التشغيل عن بعد، الماكسيما تفوز بخاصيه التشغيل عن بعد، بمجرد نلمس المقبض يفتح القفل، وهذه ميزه صراحه بالافالون على عكس الماكسيما اللي يبغى لها ضغطه زر. المقاعد جملي، نلاحظ برضو دايموند، هذه هي مقاعد الافالون. نروح للصف الخلفي، هذه هي من الخلف، طبعا تطريزات دايموند برضو موجوده بالخلف، تكاية خلفية بحاملات أكواب، فتحات تكييف تابعة للمكيف الأمامي. لاحظ أن في تدفئة للمقاعد الخلفية، هذه ما هي موجودة بالماكسيما. لمبة السقف LED، عندنا برضو ستارة خلفية كهربائية، بس برضو ما في إطلالة لأنه ما في سقف بانورامي. طبعا كرسي الراكب والسائق كلهم بحركة كهربائية، ذاكرة تخزين كرسي السائق والدركسون بحركة كهربائية تلسكوبية. أنا صراحة أحب أختصر عليكم الفيديو بشكل سريع، فاعذروني إذا في أشياء كذا كانت على السريع، لكن يعني خير الكلام ما قل ودل. فورميكا التخشيب موجود للأبواب الأمامية، عندنا زجاج بالكامل أوتو لمسة واحدة بالأفالون، الماكسيما فقط الظهر الأمامي يجي أوتو لمسة واحدة. برضو عندنا مراية فيها خاصية الطي، الأفالون ما فيها خاصية الطي، النقطة العمياء موجودة، الأوتو للنور العالي، التراكشن، فتح الشنطة، فتح تانك الوقود، تحكم في مستوى الإضاءة الداخلية للعدادات. وهذا هو دركسون السيارة.
للأسف ما فيها غير F1 خلف المقود. صراحة برضو ماكسيما تفوز بالF1 خلف المقود. الرادار، تحديد المسار، تنبيه ما قبل الصدام، كلها موجودة. الأوامر الصوتية، التحكم بالنظام الصوتي برضو موجود. الأفالون تتميز أنه فيها بروجيكتر على عكس الماكسيما اللي ما فيها بروجيكتر. النظام الصوتي طبعا اللي موجود فيها من نوع GPL، هناك بوز، طبعا فيها نيفيجيشن وكاميرا وحيدة. الماكسيما فيها 4 كاميرات محيطية. مكيف السيارة لمس، تحكم منفصل بين السائق وراكب، تهوية تدفئ المقاعد الأمامية، وعندنا هنا شاحن لاسلكي للجوال. صراحة كثير أشياء يعني شبيهات في بعض. غير أوتوماتيك 8 سرعات، بس ماكسيما عيبها أنها سي في تي. طبعا عندنا هنا الجنط كهربائي بخاصية الأوتو هولد. عندنا طبعا الزر سبورت نورمال إيكو. صدقني نسيت أشوف الماكسيما هل هي أوتو هولد ولا تحت الجرانت حقها. الحين شيك عليها. تكاب الوسط، منافذ تايب سي، منافذ يو اس بي، ومنفذ يو اس بي خاص بالنظام الصوتي. سنتر لوك في باب الراكب. المراية الداخلية تعتيم. نور السقف ال اي دي. شماس السقف فيها مراية مع انارة هيلوجينية دبل جاية. الامن والسلامة فرام الاي بي اس، نظام الثبات الالكتروني، حسس كفرات، ايرباقات امامية جانبية، وعدد 5 حزمات امان، النقاط العمياء، طبعا رادار وتنبيه خروج على المسار كلها موجودة بالسيارة. والحافظ الله دائما وابدا. طيب خليني بس أشوف الماكسيما، يعني صراحة نسيت أشوف الجلنط حقها. جلنطها كلاسيكي عادي بس من تحت جاي. غريبة برضو ما فيها إرباقات هنا، معقولة؟ يعني الأفالون فيها إرباقات خلفية أكثر، فالأفالون تتفوق بعد الإرباقات. فعموما متابعيني الكرام، بشكل سريع ومختصر، طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن، المستوى الخارجي الماكسيما تفوق بسقف البانورامي بمقاس الجنط وبالجناح اللي فيه لمبة بريك. الأفالون تتفوق بالعدسات، طبعا بلانسة لمبة الضباب الماكسيما. الأفالون بالعدسات، كذلك بعدد الحساسات. الماكسيما تتفوق بخاصية التشغيل عن بعد. الأفالون تتفوق بنظام الدخول الذكي، بمجرد نلمس المقبض يفتح القفل. طبعا الأفالون تتفوق أن فيها بروجيكتر، تتفوق أن فيها تدفئة المقاعد الخلفية، تتفوق بالجرنت الكهربائي. هذه أبرز الأشياء. الماكسيما صراحة تتفوق على المستوى الداخلي بالجير الـ F1 والـ4 كاميرات محيطية اللي موجودة فيها، كذلك المخدة الموجودة مع أنها يدوي بس برضه ما هي موجودة هناك، فهذه نعتبرها ميزة. الماوس برضو لا ننساه اللي موجود بالسيارة. بالأول والأخير قرارك اختيارك. على مستوى صرفية الوقود، أنا أشوف الأفالون تفوز بحكم أن بنزينها 91 و100 متر زيادة مشيك، هنا بنزين 95. طولت عليكم متابعين الكرام، أتمنى ما أكون غثيتكم. إن شاء الله عجبتكم المقارنة السريعة بين السيارتين، والسلام عليكم ورحمة الله.